عزيزاتي أعزائي، أسعد الله أوقاتكم بكل خير، ومرحبا بكم في هذه الصفحة الجديدة من صفحات من ذاكرة الزمن الجميل. وإليكم في هذه الكبسولة ما حكه المطرب الكبير الراحل عبد الحليم حافظ عن إحدى ذكرياته أثناء تصوير أحد أفلامه تحت عنوان حمام سبيرتو بعدد مجلة الكواكب ليوم 22 من يوليو تموز عام 1958، ولحظات ممتعة. كتب عبد الحليم حافظ: أنا أؤمن بالمثل القائل المية تكذب الغطاس، وبيني وبين السباحة عداء قديم متأصل. ولسوء الحظ كان دوري في أحد الأفلام يطالبني بأن أقفز إلى الماء لأنقذ صديقتي التي ألقت بنفسها فيه لتنتحر. كان هذا الفيلم هو شارع الحب، والصديقة المنتحرة هي صباح بالطبع. وطلب مني المخرج عز الدين ذو الفقار أن أقف على شجرة تطل على النيل وأقفز منها إلى الماء وأقوم بعملية إنقاذ صباح من الغرق. ورجوت عز الدين أن يحضر لي بديلا يجيد السباحة ويصوره حتى ينقذني من هذا المأزق، ولكن عز أصر على أن أمثل أنا المشهد حتى يكون طبيعيا، ووافقت آخر الأمر وبعد نقاش طويل على أن أقفز إلى الماء وأمري لله. على أنني عندما شرعت في القفز لاحظت أن الماء قدير وشعرت بالنفور، بل لا أكون مغاليا إذا قلت إنني ارتجفت خوفا من أن أصاب بالبلهارسيا، وبيني وبينها عداء مستحكم منذ الطفولة وصراع لم ينتهي بعد، فلا زلت أعالج منها ومن آثارها حتى الآن. ولكن كل هذا لم يثني عز الدين عن تصميمه، ونزلت صباح إلى الماء وهي ساخطة لاعنة مهددة بأن لا تعمل في هذا الفيلم، ولكن إرادة عز الدين انتصرت وتم تصوير اللقطة. وكلما تذكرت صباح وغضبها وصراخها وهي في الماء، كلما تذكرت قولها أنا غلطانة لأني بشتغل في فيلم من أفلامك، كان مالي ومالي المصيبة دي، استغرقت في الضحك. وكنت أطيب خاطرها شارحا لها أن مصيبتي أنا أكبر، فأنا مريض بالبلهارسيا، وقد ينشط هذا الماء بقذارته الجراثيم في جسدي من جديد. وانتهى تصوير المشهد وأنا وصباح يأكلنا السقط والغيظ من عز الدين. وعدت إلى المنزل بسرعة ودخلت الحمام واستحممت بكمية كبيرة من الماء المغلي لأزيل آثار الماء القدر الذي ألقيت بنفسي فيه، ولكن الاستحمام بالماء الساخن لم يذهب بخوفي وشكي، فأحضرت زجاجتين من السبيرتو الأحمر وسكبتهما على جسدي اعتقادا مني أن السبيرتو يقتل الجراثيم. وبعدها أحضر لي شقيق إسماعيل 3 زجاجات من كولونيا لأتم بها عملية تطهير هذه. وظللت على هذا الحال عدة أيام متتابعة أستحم بالماء الساخن والسبيرتو والكولونيا مرتين في اليوم الواحد. والشيء الذي أقسمت أن أفعله هو أن أتعلم السباحة، حتى إذا طلب مني مخرج أن أقفز إلى الماء قفزت في حمام سباحة نظيف المياه لكي أتجنب مضاعفات البلهارسيا. تغمد الله فنانات وفناني الزمن الجميل بواسع رحمته، وغفر لنا ولهم، وأمد في عمر من لا يزالون منهم على قيد الحياة، ومتعهم بموفور الصحة والعافية. وحتى لقاء آخر مع قصة أخرى، تقبلوا تحيات أخيكم نعيم المامون.